نختم بولاية تيزي وزو، أين أطلقت أمس رسميا الشركة الاستثمارية الجزائرية بوزيتيف ماينتس أو العقول الإيجابية، التي تسعى إلى بناء صرح جديد لتسيير الذهنية والعقل في مجال الاستثمار والتكوين. كما فتح بوزيتيف ماينتس لمشتركيها مجالا لتدريب المحترف في مجالات عديدة. عمر حمامي حضر حفل الافتتاح وعاد بالتالي. هكذا اختارت شركة بوزيتيف ماينتس أو العقول الإيجابية عاصمة جورجورا لانطلاق نشاطها المدعم لسياسة الدولة في فتح مجال الاستثمار والتكوين عبر جميع ولايات الوطن. شركة بوزيتيف ماينتس هي شركة استثمارية تسويقية تسير ذهنية وعقل الدولة في فتح مجال الاستثمار بشتى أنواعه وفي مختلف مجالاته في مدينة تيزي وزو، لفتح آفاق وأجال للمستثمرين وخاصة في الشبانية وتشجيع وترقية الاستثمار بإذن الله. ومن بين الخطوات الأولى لشركة العقول الإيجابية تأسيس أكاديمية للتعليم. الخطوة الأولى بالنسبة للشركة هي شركة بإذن الله أسست أكاديمية للتعليم والتطوير والتكوين والتأهيل في شتى المجالات، من جانب اللغات ومن جانب التنمية البشرية ومن جانب إعطاء ديناميكية جديدة من حيث تأهيل وتأطير وتدريب وتكوين متربصين خاصة خريجي المعاهد الكبرى والصغرى والمراكز التكوينية وحتى أصحاب الصناعات التقليدية والحرفيين. هذا وتسعى شركة بوزيتيف ماينتس إلى إعطاء ديناميكية جديدة في التكوين وكذا تشجيع وترقية الاستثمار في الجزائر. شركة بوزيتيف ماينتس كومباني للاستثمار. مبادرة تستحق الدعم. وصلنا للختام، تابعونا على الموقع الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. في أمان الله.